السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين، لكل الناس اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب، أحلى مسا عليكم جميعا. طبعا زي ما انتم شايفين الخير مش موجود، دلوعة ونغم اللي موجود هنا فرحة بس، أحلى فرحة في الدنيا. تمام، طبعا يا جماعة فرحة موجودة لأن نغم ودلوعة النهاردة عندنا مناسبة كده عقبال أولادكم. طبعا إن في أسبوع كده عندنا حد من قرايبنا، فاحنا مودين لهم الدلوع ونغم علشان يعملوا واجب هناك. تمام، طبعا سايبين فرحه هنا. الموضوع ده على فكره من اول يوم العيد، يعني من يوم الوقفه، ففرحه مستغربه الموضوع، اول مره تكون امها بعيده عنها، واول مره ما يكونش في معاها خلف في المكان. طبعا انا شايفها ان هي زعلانه متاثره، واول يوم كانت بتنادي بطريقه رهيبه جدا، يعني الجماعه قالوا لي هنا في المزرعه قعدت تنادي طول الليل على امها مش لاقياها. فطبعا الضنا لما يبقى متعود على وجود الام جنبه دايما، ف وتيجي فجاه ان هي تمشي من هنا، طبعا ده بالنسبه لها حاجه غريبه. انا شايف فعلا في عينيها باين الزعل من عدم وجود الدلوعه، لكن احنا دلوقتي في هنبدا نتحرك من المزرعه ونروح المناسبه بتاعتنا، وهنعمل الواجب وهنحاول نصور لكم هناك مقاطع كده بسيطه. تمام، تتابعوها برضو، وهنحط لكم المقاطع ديت على اليوتيوب، وهنجيب بقى الدلوعه ونغم تاني هنا لمكانهم، يرجعوا لمكانهم تاني، علشان باذن الله المناسبه الجايه هتكون عيد ميلاد كابتن ابو نور يوم 25/8. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب سنه جديده، سنه جديده في تقدم وفي نجاح الحمد لله. مهما ان في ناس تحارب، مهما ان في ناس تكافح على قد ما تقدر، مهما ان ناس تجيب كلاب من بره وتقول ده ابو نور ما بيعرفش وابو نور ما بيعملش، بس النية مش كده، النية خالصة لله. خلي اللي يقول يقول، وخلي اللي يعمل يعمل، وخلي اللي يتكلم يتكلم، سيب الناس تعمل اللي هي عايزاه، طالما انت عارف نفسك وواثق في نفسك وواثق في شغلك ايه، وواثق في محبة الناس ليك ايه. طبعا كمان احب بمناسبة ان احنا في اول 8 كده وداخلين على 25/8 عيد ميلادي، اقول لأي حد انا زعلته، اي حد سواء كبير او صغير، انا اسف. كلمة انا اسف مش معناها ان هي ضعف او ان هي نقص او ان هي قله من البني ادم، لا، كلمه انا اسف ان انا بنرمي حمولي عليك وبنثبت لك بالاحسن ان انا ما بنبقاش يا جماعه في اي حلقه قصدي ان انا نحارب حد، او قصدي ان انا نهاجم حد، او قصدي ان انا نكون ضد حد. انا هنا بنشتغل، اي نعم في ناس كتير بتحاربنا وتقول ده ما بيعرفش ده ما بيعملش. طبعا انا بالنسبه لي اللي يقول يقول، لان كل واحد اضرب شغله واضرب نفسه، والحمد لله تعتبر المزرعه الوحيده على مستوى محافظات مصر كلها اللي فيها حاجه اسمها حاجز. يعني ايه حاجز يا ابو نور؟ ايه الحاجز اللي عندك ده؟ وازاي حاجز وانت ما بتعرفش تدرب؟ يعني زي ما في ناس بتقول حاجز يا جماعه، يعني احنا معانا تبص تلاقي في اليوم يحجز حوالي 10 اشخاص عندهم كلاب من كل محافظات مصر. تمام، طبعا دي كميه بتبقى ضغط علينا، بنحاول ان احنا نخلص شغلنا بسرعه. الحمد لله كمان كلمه حجز دي معناها ان الناس واثقه في ابو نور، وعارفين ابو نور بيعمل ايه، وعارفين بيتحرك في شغله ازاي. الحمد لله غير موضوع ان انك تكون مدرب، لا، موضوع غاوي، موضوع انك حابب المهنه دي، حابب الشغلانه دي، حابب الناس اللي فيها، لكن لما تلاقي حد بيهاجمك فصدقني اعرف ان هو اكيد اقل منك، اعرف ان هو اكيد اقل منك. اي حد في حياتك يهاجمك من غير انت ما تعرفه، او من غير انت ما تتكلم عنه مره، او من غير انت ما تاذيه او تعمل معاه اي حاجه، وتبص تلاقيه هاجمك، فاكيد هو حاسس بالنقص اللي هو اقل منك وانقص منك. خلي ده قانون في حياتك لو انت موجود او معاك قناه على اليوتيوب، وعارف ان انت ربنا بيكرمك وربنا واقف معاك، وتبص تلاقي واحد يطلع يهاجمك، فصدقني هو متأكد بنسبة 1000000% ان هو اقل منك، لان مفيش حد هيهاجم حد وهو حاسس ان اعلى منه. تمام، يعني انا عن نفسي لما نبص نلاقي واحد اقل مني في الشغل، تمام، اقف كده عشان شكلك قاعد تعمل الدنيا. تمام، طبعا لما انا نبص نلاقي واحد مثلا اقل مني في الشغل، ما ينفعش اهاجمه عشان ما نزلش من مستواي، لكن لو في واحد اعلى مني فانا عايز اهاجمه علشان اخد على اسمه صيت، او على اسمه شهره، او على اسمه كلام، او الحاجات دي كلها. فخلي اللي يهاجم يهاجم، مبروك عليكم الصيت، مبروك عليكم الشهره، ومبروك علينا احنا محبه الناس ومحبه ربنا. طبعا دي كفايه، كل سنه وانتم طيبين، ملناش اعداء، ملناش خصوم، ملناش اي حد احنا نحارب فيه ويحارب فينا، بس اللي يتكلم علينا
هو عارف ان هو اقل وعارف وحاسس بالنقص في نفسه، فبيبدأ طبعا بناء عن كده ان هو بيهاجم علشان اسمه ينذكر. لكن صدقوني خدت عهد وخدت قرار على نفسي ان عمري ما هذكر اسم حد في فيديو مهما ينزل في حلقات ويقول ابو نور بيه وعليه والكلام ده كله، مهما ينزل في حلقات عمري ما هنذكر اسم حد في فيديو. الايام اللي جايه هنذكر اسم الله، هنذكر اسم المشتركين بتوعي، هنذكر اسم حبايبي، هنذكر اسم شغلي، اوعى تقل لي هنذكر اسم شغلي. طبعا فرحه قلقانه علشان طبعا عدم وجود امها، فبتعمل نمر غريبه من يومين يا شيخه. لا والله شايفه انك تعملي كده. طبعا يا جماعه حتى فرحه مش عاجبها الكلام. احلى مساء عليكم، كل سنه وانتم طيبين. ملناش اعداء مع حد، ملناش خصوم مع حد. اللي بيرمي علينا او اللي بيتحدانا او اللي بيعمل، لا هقول له اتحدى، بس اتحدى نفسك، لان صدقني انت مش شاغلني ولا تحرق مكانك باي حاجه. وصدقني شهرتك في حب الناس ليك، شهرتك في مكسب الناس، مش شهرتك في ترميتك على حد والكلام على الناس. تحياتي لكم جميعا، كل سنه وانتم طيبين. يلا بينا بقى نروح المناسبه عشان احنا مش فاضيين لاي حد بيحاول ان هو يجيبنا سكه عشان نتكلم عنه ونبدا نعمل له لوحه او يافطه ان هو الناس تعرفه. لا تعالوا بينا نروح بقى مناسبتنا ونشوف مزرعتنا ونشوف شغلنا ونشوف حالنا باذن الله. بعد العيد مباشره 5 يوم هنبدا شغل، هنبدا شغل صح صح بمقدار رهيب جدا باذن الله. في مفاجاه كمان قريب هنعملها لكم في حلقه، مفاجاه هتكسر ناس كتير، بس هي مش هتكون صفه عن حد او دفعه عن حد، لا المفاجاه دي هتكون مشترك معايا فيها اصغر طفل في مصر عنده قناه على اليوتيوب، ياسين. تمام، المفاجاه دي هيكون مشترك فيها ياسين، وهنشوف بعد كده. لان طبعا مش امتي ان انا ننزل لحاجه اقل، لا انا هنبعت ياسين بس يعمل الواجب. تحياتي لكم جميعا واحلى مساء عليكم، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.